السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. رمضان كريم، طبعاً احنا في شهر رمضان. أنا محمد العراقي من بغداد وعايش باليونان هنا بكاتسيكاس، وأشتغل بمنظمة حبيب وورك اللي تقريباً 9 شهور. واليوم جاي نحكي عن رمضان والطقوس الدينية اللي جاي يقيموها هنا بحبيب وورك والإفطار اللي جاي يسووه. شنو هو رمضان؟ رمضان طبعاً هو شهر تابع للمسلمين، شهر الصيام. نصوم تقريبا 30 يوم من دون اكل وشرب بس، يعني هو هذا من اكثر الشهور اللي احنا ننتمي لها ونقيم الطقوس الدينيه مالتنا، الصلاه، الالتزام والصيام، ونطبخ هنا، نسوي الفطور مالتنا والسحور مالتنا. بس هذا هو رمضان. وشنو يعني لك رمضان؟ طبعا هو رمضان شهر مميز كلش، لان هو شهر واحد بالسنه وشهر صيام، وهي مو بس انه انت صايم وقاطع الاكل والشرب لانه هذا شيء ديني، هي علميا هذا الشيء كلش مهم وكلش بفوائد للجسم. وانا احب هذا الشهر، يعني طبعا اللي بيه ذكريات حلوه، وهذا الشهر اجواء كلش حلوه دائما. بالعاده احنا تلقى اللمه، العائله كلها مجتمعه كلها صايمه، تروح للشغل ترجع وقت فطور. واللي عايش رمضان واللي صايم رمضان اكثر من شهر يعرف شنو هو رمضان وشنو يعني بالنسبة إلي هذا الشهر. وشنو أحلى ذكريات برمضان؟ أحلى ذكريات برمضان طبعاً معروف هذا الجواب مال هذا السؤال، أكيد راح أرجع وأقول الأهل، لمة الأهل والقعدة على السفرة والأجواء الرمضانية ببلدنا. طبعاً مو هنا بس، الحمد لله هنا هم نقول يعني رب العالمين ما قطع بينا، هواي أكو ناس خير دائماً، دائماً هواي ناس قائمة بالواجب، مع انه الدعم قليل هنا. أنا اكو عالم محتاجة، اكو عالم ما تقدر توفر فلوس، ما تقدر توفر الاكل والفطور اللي متعودين عليه ببلدهم واللي متعودين عليه ويا اهلهم. بس الحمد لله والشكر، يعني حلو حلو رمضان هنا، أنا ما بي شيء. وشنو هو الفطور وليش تحب تطبخ هاي الوجبة؟ الفطور طبعا هي وجبة الفطور، واحد يفطر بعد صيام يوم كامل. وهذه بالنسبة لي طبعا، أنا كطباخ أنا أحب الطبخ كلش هواية ومتعود أطبخ هنا، هي اللذة ما الطبخ نهايتها واحد يأكل ويفطر صيامه، خاصة إذا كان الطبخ على إيده، هذا الشيء كلش حلو. وكل تقريبا كل خميس هنا أكو وجبة كاملة إفطار وينجمعون بها العالم كلها. شنو طبختوا اليوم؟ كنا مسويين فلافل وعلى بوتيته على حمص بطحين وزلاطة، وهاي السوالف تعرفون أنتم رمضانية. شكرا للي شاهد الفيديو، ورمضان كريم مرة ثانية، مع السلامة.